الراديو 90-90 هواها مصري. أهلا وسهلا بكم وكل سنة وانتم طيبين ورمضان دايما يا رب كريم عليكم وعلينا. هل ممكن تصدق أنه رئيس جمهورية يتدخل علشان ينقل لاعب من نادي لنادي تاني؟ الإجابة صدق، لأنها حصلت فعلا، ودي قصتنا النهاردة مع اللاعب السعودي من أصل سنغالي أمين دابو، لاعب النادي الإسماعيلي السابق. الحدوتة بتاعتنا بتتكلم عن حالة استثنائية حصلت في الكرة المصرية في فترة السبعينات، وما ظنش أبدا إنها تكررت بعد كده خالص. وكان بطلها أمين دابو نجم الدرويش السابق، واللي رحل من النادي الإسماعيلي لنادي أهل جدة بطريقة مختلفة، بل مختلفة جدا. نحكي الحدوتة ونبتدي من البداية. محمد أمين دابو اتولد في القاهرة في حي شبرا من أب سنغالي وأم مصرية، اتولد يوم 3 ديسمبر سنة 1951. بدأ مشواره مع الكرة مع فريق مدينة البعوث الإسلامية. أكيد دايما بتفتكروا أن مدينة البعوث الإسلامية بتطلع لعيبة كتير جدا، وطلعت لعيبة كتير لكرة القدم المصرية. وبعدها اكتشفوا الكابتن سيد بازوكا نجم الإسماعيلي السابق، وأصر على ضمه للإسماعيلي رغم أنه ما كانش لسه على الأقل كمل 19 سنة. اسم أمين دابو ابتدى يسمع في مصر بعد ماتش للإسماعيلي ضد الأهلي في دور الثمانية لكاس مصر، وقدر الإسماعيلي وقتها أنه يكسب الماتش ده بنتيجة 1-0 ويتأهل لنصف نهائي الكاس. وكان أمين دابو هو صاحب جون المكسب، وكان ده واحد من أجمل أهدافه اللي سجلها عبر تاريخه. بعدها كمل دابو مشواره مع الإسماعيلي، وكان أبرز نجوم الدرويش في فترة السبعينات، وجاله عروض احتراف كتير، لكن كل ما يجيله عرض احتراف الإسماعيلي كان بيرفض أي حاجة وأي عرض وأي كلام. مفيش الكلام ده، دابو نجم الفريق ولن يرحل. وفي سنة 1967 نادي أهل جدة السعودي بعت عرض رسمي للنادي الإسماعيلي علشان يضم أمين دابو. كان وقتها المدير الفني البرازيلي المتألق ديدي هو اللي ماسك الفريق، وطلب أمين دابو بالاسم، لك أن تتخيل. وكالعادة رفض المسؤولين في نادي الإسماعيلي أي عروض للراجل علشان يرحل بما فيها أهل جدة، وأصروا على بقائه. بس رغبة نادي أهل جدة في ضم أمين دابو موقفتش عند كده، الناس راحوا لأبعد من كده. افتكر التاريخ ده كويس، ليوم 28 ديسمبر سنة 76. إيه قصة التاريخ ده وإيه الحدوتة دي؟ بعد الفاصل هقول لكم. مسؤولي أهل جدة موقفش عندهم الموضوع عند فكرة طلب أمين دابو من النادي الإسماعيلي وبس، مهم عارفين كل ما يطلبوا من الإسماعيلي الإسماعيلي مش هيوافق. فتحوا خطوط اتصال مع اللعيب نفسه وقالوا له إنك هتكمل الدراسة بتاعتك في السعودية بعد ما كانت توقفت في مصر، وقالوا له مش كده وبس، هندي لك الجنسية السعودية ليك ولأسرتك، مش كده وبس، وكمان تلعب للمنتخب السعودي. بس فضل النادي الإسماعيلي برضو عند رأيه. أهلي جدة بيتكلم مع أمين دابو، وصل معاه لشبه اتفاق على كل حاجة، بس النادي الإسماعيلي برضو واقف عند نفس القصة، لأ يعني لأ. بعدها بأيام الأمير عبدالله الفيصل اللي كان مسؤول في نادي أهلي جدة، هو مسؤول رفيع المستوى، كان متواجد في مناسبة هنا في مصر، وكان موجود رئيس الجمهورية في وقتها الرئيس الراحل أنور السادات. قوم إيه اللي يجي في بال الأمير عبدالله الفيصل يطلب من الرئيس أنور السادات أنه يتدخل وأنه يقنع الإسماعيلي أنه هم يوافقوا على بيع أمين دابو لأهل جد؟ للدرجة دي عمرك شفت رغبة نادي في لعيب بالشكل ده؟ للشكل ده. أصله أمين دابو ده كان حتة لعيب جامد جدا جدا على حسب الحكايات والوصف والحاجات اللي بقى يالنا من الذكريات. وبالفعل يكلم الرئيس الراحل أنور السادات إدارة النادي الإسماعيلي ويقول لهم سيبوا أمين دابو يروح أهلي جد ويتوافق، ويروح في صفقة قياسية. البعض قالك 500 لـ600 ألف دولار، لكن رقم قياسي جدا في الفترة دي، وكان يعتبر أغلى صفقة في الشرق الأوسط. وفعلا راح محمد أمين دابو مع أهلي جدة، وتألق ولفت الأنظار ليه بشدة في الدوري السعودي، كسر الدنيا وفاز بجوائز كتيرة،
وحصل على الجنسية السعودية فعلا، ومثل المنتخب السعودي في أكتر من ماتش، واعتزل كرة القدم هناك سنة 1984، وبعدها بدأ مشواره في التدريب. ده قد يكون اللعيب الوحيد اللي في العالم اللي له قصة حقيقية بتقول إنه رئيس جمهورية اتدخل علشان ينقله من نادي لنادي. قصة كبيرة، بس جوه قصص أمين دابو نفسها في تألقه اللافت للنظر سواء مع الإسماعيلي أو مع أهلي جدة قصص كتيرة جدا جدا. حدوتتنا النهاردة خلصت، نشوفكم بكرة في حدوتة جديدة.